يبدأ حفلنا الكريم المتابعين الأعزاء الشوط السابع في أشواط هذا المساء في هذه اللحظات والشوط السابع في هذه الانطلاقة أيها الحفل الكريم، خاص بالأبكار. هنا الانطلاقة، الأبكار الحجايج في هذا الانطلاق وهذا التحدي، أسماء ومشاركات كبيرة في هذا الشوط وأعداد بلا شك ستكون منافسة قوية في كل الانطلاقات وكل التحديات. أعداد مشاركة هنا في هجن أبناء القبائل والخاصة بهذا السن وهذه الفئة وهذه النوعية. نتابع مقدمة الشوط أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، والمركز الأول الآن في قيادة الانطلاقة في تحدي هذا الشوط عن المركز الأول. هنا مرموقة محمد بن مطر بن دحروي العامري من يأتينا على المركز الأول، بينما النقلة إلى المركز الثاني في هذه اللحظات ناصية أو ناصرية لحمد بن ناصر آل شافع المري يأتي في المركز الأول الآن في هذه اللحظة. المركز الثاني راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، والمركز الثالث هناك من خلال هذه اللحظات الظبي مطر بن سعيد بن مطر الرميثي، ولكن تسلل إلى رابع المراكز ووجود غزلان في هذه اللحظات. مطر بن دوي العامري هو من يتسلل وينتزع المركز الأول أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء. المركز الثاني هنا الظفرة غانم بن حمد بن مطر المنصوري يأتينا في المركز الرابع الثاني بن نصر المنصوري، بينما المركز الثالث يا سلام هناك شعار النيادي، شعار النيادي يتدخل الذيبة لسعيد بن عامر النيادي في المركز الثالث، بينما المركز الرابع نشاهد المركز الرابع طيور تعود ملكيته الدكتور سعيد بن سالم الشيخ يأتي بالمركز الرابع. أما المركز الخامس في هذه اللحظات مرموقة محمد بن مطر بن دحروي العامري، بينما ننتقل أيها الحفل الكريم إلى سادس المراكز في هذه اللحظات، والمركز المركز الثالث هذه شقرة عبد الله بن الصغير الاجتبي يأتي المركز السادس. المركز السابع هناك شعار محمد بن غريب براهج الاجتبي، المركز الثامن الشاهينية، ولكن يا سلام شوف تدخل من الجانب الآخر فهد بن سيف البوس سعيد الخيارين، والمركز التاسع هناك بن مغير العميمي يا سلام شعاع تعود ملكيته لراشد بن ناصر بن حباب الهاجري. هذه الاسماء يا الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء لهذا الشوط. نعود بكم الى المقدمه، نعود الى ناموس المقدمه والصداره، وهناك مطر بن دوي العامري اللي قدم المركز الاول، قدم لنا غزلان 2 كيلو متر في بدايه الانطلاق، اول 2 كيلو متر والكيلوين الاخيرين يا سلام الاندفاع يزيد، السرعه هنا في هذا الموقع تزيد. المركز الثاني هناك سعيد بن عامر النيادي لا زال في ثاني المراكز ومع الذيبه هنا في هذه اللحظات. المركز الثالث مطر بن حمد بن عميره الشامسي يتدخل على ثالث المراكز في هذه اللحظات. المسك او المسك سعود مكتب العبيد بن عتيج بن زيتون ياخذ المركز الثالث ايها الحفل الكريم. اما المركز الرابع، الرابع غيرت واحتلت المركز الرابع من خلال هذه اللحظات دلال محمد بن خميس بالصوت الاجتبي غير وخذ المركز الرابع، ولكن انخطاف الشاهينية، الشاهينية محمد بن غريب بن راشد الاجتبي يحتل المركز الثاني في هذا الموقع. والمركز السادس هناك تدخل، هناك هجوم 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 على هذا الشوط. هناك يا سلام سيف بن محمد العميمي هاجم إذن إلى المركز السابع في هذه اللحظات. المركز الثامن يا سلام يا سلام يا سلام اللي غيرت هذه عسيلة سلطان بن خلف الرميثي يحتل المركز السابع. المركز الثامن هناك راشد بن ناصر بن حباب الهاجري. المركز التاسع سعيد بن محمد بن زيتون المهيري، والمركز العاشر هناك الشافعة يا سلام. لكن نعود، نعود إلى الصدارة، نعود إلى بن دوي يا سلام. الله غزلان 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 مطر بن دوي العامري يا سلام يقدم غزلان إلى المركز الأول. كيلو الأخير كيلو الامتحان، ولكن الشاهينية، الشاهينية تنقض على المقدمة محمد بن غريب بن راشد الاجتبي اللي احتل صدارة الشوط في هذه اللحظات. ولكن دلال يا دلال دللني دلال يا دلال، هناك محمد بن خميس بالصوب الاجتبي، ولكن احتلال مرة أخرى. هناك اسم جديد، هذه النصيبة محمد بن خميس بن خصيبة
الظاهري ينتزع المركز الثالث، المركز الرابع هناك يا سلام سلطان من خلف الرميثي. الله يا العسيله يا العسيله يا العسيله يا محلى ذوق العسل هنا العسيله، ولكن الشاهينيه محمد بن غريب بن راشد الاجتمي ومحمد بن خلفان بن غصيبه الظاهري، محمد بن خميس بن خصيبه الظاهري يا سلام يقدم النصيبه النصيبه النصيبه، اعتزلت وانتزعت صداره الشوط يا سلام، محمد بن خميس بن خصيبه الظاهري يحتل المركز الاول مع النصيبه مع النصيبه، ولكن بن زيتون بن زيتون بن زيتون يا سلام الظبي سعيد بن محمد بن زيتون المهيري يحتل ثاني المراكز، وهناك المركز الثالث تسلل من روعه محمد بن سلطان بن مرخان يحتل المركز الثالث، ولكن بن خصيبه يطير بناموس الشوط الى مدينه العين. هذه النصيبه هذه النصيبه، محمد بن خميس بن خصيبه الظاهري ايها الحبيب الكريم يحتفل بناموس هذا الشوط مع هذه البكره المشاركه في هذا الانطلاق في الشوط السابع الاكثر عددا وتعدادا من خلال الانطلاقات. تهانينا والناموس. المركز الثاني لراشد بن حمد بن الضعي، راشد بن مر بن حلوه، المركز الثالث سعيد بن محمد بن زيتون، محمد بن سلطان بن مرخان في المركز الرابع، المركز الخامس هناك يا مشاهدينا الاعزاء هذه وبرا سعيد بن سليم العويسي ياتي في المركز الخامس، والبقيه نعتذر عن اذاعتها وذلك لدخولها بقوه الى معركه الناموس الى كل المقدمه والى المراكز الصداره. نعود الى التوقيت الزمني، نعود الى لحظات وصول النصيبه في 6 دقائق ثانيه وحده 9 زامن الثانيه. تهانينا لمحمد بن خميس بن خصيبه الظاهري على هذا الفوز وتقديم هذه النوعيات وهذه الاسماء في هذا المساء. المركز الثاني، هناك وصول المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات، قطعت المسافه 6 دقائق ثانيتين 9 زامن الثانيه. تهانينا والناموس لراشد بن مر بن حلوه على فوز منصوره بالمركز الثاني. اما ثالث المراكز فهنا في هذه اللحظه من خلال هذا التواجد الظبي سعيد بن محمد بن زيتون المهيري 6 دقائق 3 ثواني 5 أجزاء من الثانيه هو توقيتها الزمني مشاهدينا الاعزاء. هكذا كانت